احييكم من ال بي سي اي، اليكم ابرز العناوين. مفتي الجمهوريه الشيخ عبد اللطيف دريان وحرس رئاسه الحكومه يعتدون على صحفيين. واشنطن ترد على اقتراع المسيحيين والازيديين في العراق بالقاء مساعدات غذائيه وغارات محدوده لحمايه اربيل. تتابعون في النشر سقوط هدنه غزه قد يتيح المبادره المصريه. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد ونيكول الحجم. مساء الخير. 52 ألف وحدة غذائية وحاويات مياه ألقتها القوات الأمريكية للعالقين الأزيديين في سنجار في العراق، وعمليات جوية محدودة عبر طائرات من دون طيار لتجمعات عسكرية لداعش تقترب من أربيل. هذا هو حجم ومستوى التدخل الأمريكي لمواجهة زحف داعش، ويبدو أن مصير الأزيديين شبيه بمصير المسيحيين في العراق في ظل هذا التحرك الأمريكي الخجول حيال ضخامة وجسامة ما يجري في العراق. في غزة تجدد القتال في ظل تصدع الهدنة وفي ظل تعثر المبادرات المصرية. لبنانيا، أحداث عرسال لم تشهد أي تطور نوعي في ظل الغموض الذي يلف مصير الأسرى من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والمساعي لم تتبلور بعد في انتظار تحرك ما، وقد يكون هذا التحرك على جدول الملفات التي سيعالجها الرئيس سعد الحريري بالإضافة إلى ملفات أخرى ومنها ملف طرابلس. أما التطور اليوم فتمثل في انتخاب مفتي جديد للجمهورية هو الشيخ عبد اللطيف دريان. هذا الانتخاب الذي مر بهدوء عكره خارج دار الفتوى اعتداء حرس رئاسة الحكومة على بعض الصحفيين من مراسلين ومصورين، وهذا الاعتداء الذي قوبل باستنكارات على أكثر من مستوى دفع رئيس الحكومة إلى طلب فتح تحقيق لجلاء الملابسات. لكن البداية تبقى من العراق مع أحداث المجازر التي استهدفت الأزيديين.